مرحبا بكل متابعين قناة كوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. قرب موعد مسرحية دايلر، حيث راح تكون المسرحية يوم الأربعاء 5 يونيو إلى يوم الأحد 9 يونيو على الساعة 6:00 مساء، حيث راح تكون بالكويت، تحديدا بمعرض الكويت الدولي الصالة رقم 6، حيث راح تفتح الأبواب على الساعة 6:00 مساء وتغلق على 8:15. وبداية العرض راح يكون على الساعة 8:00 مساء، حيث سعر التذكرة 5 دينار كويتي. حيث أحداث المسرحية تحكي عن طالب عمره 16 سنة حلمه أنه يصير مخرج بالمستقبل، ويسعى لتحقيق هالحلم بمساعدة صديقه خالد وراشد، حيث مجريات الأحداث مستوحاة من قصص حقيقية. حيث راح يشارك في التمثيل دايلر، هاني العزاه، حسن العطار، صمود، عبد الرحمن اليحيوح، محمد الأنصاري، يعقوب عبد الله، وميثم الحسيني وعلي الحسيني. والمسرحية من إخراج بدر الشعيبي. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.